لينبئهم كيف يقسمون غنائمهم التي غنموها في بدر. وفعلا نزل الوحي، لكنه لم ينزل بتقسيم الغنائم، نزل الوحي ليلفت انتباههم إلى أمر أعظم بكثير من مسألة الغنائم على الرغم من شدة الحاجة. نزل الوحي ليخبرهم بأنهم أخطأوا خطأ عظيما ينبغي عليهم أن يتداركوه. اسمعوا إلى قول الله عز وجل، نزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الذين يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم، المسألة أعظم بكثير من مسألة توزيع الغنائم والأنفال، المسألة أعظم بكثير من مسألة الأكل والشرب، المسألة أكبر بكثير من مسائل أموال مادية بين أيدينا. نعم، من أجل هذه القضية سفكت الدماء وقدم المسلمون أرواحهم. لا تفسدوها أنتم من أجل مال، ولا تغتروا بالمال، ولا تجعلوا من المال سببا لإفساد علاقاتكم كما هو حال كثير من المسلمين اليوم. قطعت العلاقات بسبب المال، وأفسد الناس بسبب المال، ومزقت العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين المسلمين بسبب المال. أيها الإخوة المؤمنون، يا أحبة الله ورسوله، أوامر الله عز وجل يقول لكم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ليست لكم، ليس لكم رأي وليس لكم قرار، القرار ليس قراركم. ينبغي عليكم أولا قبل أن يبت في أمر المال أن تذهبوا إلى علاقاتكم فتصلحوها، وتعيدوا شملكم، وتعلوا كلمتكم، وتوحدوا صفكم، وتزيحوا الغشاوات التي علت القلوب. هذا التنافر بين القلوب ينبغي أن يزول، هذا أمر عظيم مهم جدا، حتى ولو متنا من الجوع، حتى ولو تركنا القريب والبعيد فإن الله عز وجل لن يتركنا. أيها الإخوة المؤمنون، يا أحبة الله ورسوله، نزل قول الله عز وجل، ولنعش مع هذه الآيات بمعانيها الحقيقية. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ليس المؤمنون الذين يتراكضون على الأموال، فالتراكض على الدنيا يقسي القلب، وقد وصفها الله عز وجل بأنها مهلكة، وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة الركون إلى الدنيا كما فسرها الصحابة. قالوا: نزلت فينا هذه نحن معشر الأنصار عندما قوي المسلمون واشتد ساعدهم وقويت شوكتهم، قلنا: يا رسول الله، إن أعداد المسلمين قد كثر، فلعلنا نلتفت إلى ضياعنا وبساتيننا فنصلحها، وإلى ثمارنا فنستفيد منها. فنزل هذا القول، قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة أيها الإخوة هي الركون إلى الدنيا، الركون إلى الدنيا وإلى مالها وملذاتها. أيها الإخوة المؤمنون، يا أحبة الله ورسوله، يتابع الله عز وجل في وصاياه للمؤمنين، يقول لهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم، هذه الآية جاءت بعد أن أوصاهم على تقوى الله ووحدة الصف، تقوى الله وأصلح ذات البين. الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من اجتماعاتهم، ولا خير في كثير من كلامهم وإصرارهم لبعضهم، لا خير في كثير من كلماتهم، ولا خير في كثير مما يتكلمون فيه، إلا إذا كان هذا الكلام إصلاحا لذات بين المسلمين. لا خير في كثير من نجواهم
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم، الأجر العظيم. لماذا أجر عظيم؟ لأن فعله عظيم. لماذا فعله عظيم؟ لأن أثره عظيم. ولماذا أثره عظيم؟ لأنه يوحد صف المسلمين، وهي غاية من أعظم الغايات التي ينبغي علينا أن نجعل اهتماماتنا كلها في هذا الاتجاه. أيها الإخوة المؤمنون، يا أحبة الله ورسوله، من هذه القصة نستنتج مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا. هذه المسألة هي أن لا ننقص وننزل بمكانة وحدة الصف بين المسلمين. وما ينبغي أن يمنعني منصبي وما ينبغي أن يمنعني سلاحي، وما ينبغي أن تمنعني كتيبتي، وما ينبغي أن تمنعني قيادتي، وما ينبغي أن يمنعني كرسيا تبوأته وأتمنني المسلمون عليه، ما ينبغي لذلك كله أن يكون حائلا بيني وبين وحدة الصف. وما ينبغي علي أبدا أن أجعل نفسي ثغرة مهما كانت الأسباب في وحدة الصف، في وحدة صف المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، يا أحبة الله ورسوله، المسألة أعظم بكثير مما نتصور. المسألة لها دلالة مباشرة، ولها دلالة مباشرة على سبب من أسباب تأخير النصر. الله عز وجل يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الذين يقاتلون في سبيله صفا لا متفرقين، الذين يقاتلون في سبيله وحدة كاملة، كتلة موحدة، لا مزقا وفرقا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما ظنك بجيش يقاتل يحبه الله؟ وما ظنك بجيش يقاتل يحبه الله؟ إذا أحبه الله نصره. أيها الإخوة المؤمنون، ألا نخشى على أنفسنا من أن ينتزع الله عز وجل محبتنا، أن يدع الله عز وجل محبتنا؟ ألا نطمع في أن يحبنا الله عز وجل؟ ألا نخشى من أن لا يحبنا الله عز وجل؟ أيها الإخوة المؤمنون، هذه المسألة ينبغي علينا جميعا أن نعيها. وحدة صف المسلمين لها ضوابط ولها دوافع ولها أسس، ينبغي أن تكون أن يكون صف المسلمين على أساس صحيح، لا أن أعمل مع كل غاد ورائح بحجة وحدة الصف، ولا أسلم رايتي لمن لا يستحقها بحجة وحدة الصف. فوحدة الصف لها ضوابط. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المجاهدون، أيها الإخوة المقاتلون، أيها الإخوة الثوار، أيها الإخوة العاملون في كل الميادين، من أعظم وسائل وحدة الصف أن نؤمر علينا. إن كنا نعمل في المجال الإغاثي، أو كنا نعمل في المجال العسكري، أو كنا نعمل في أي مجال من المجالات، ينبغي أن لا نتصرف تصرفات فردية، وينبغي علينا أن لا نتصرف تصرفات توحي بأننا مستقلون، وينبغي علينا أن لا نتصرف تصرفات هي في حقيقتها مستقلة، وإن كانت ظاهرا منتمية إلى الجماعة. هذا الشعور شعور هدام، وهو مقدمة لتمزق صف المسلمين. الحمد لله. أيها الإخوة المؤمنون، يا أحبة الله ورسوله،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. بالنتيجة أن الذي يعصي أميره فذلك يعصي الله عز وجل. هذه المسألة التي ينبغي أن تسيطر على فكره. إذا ارتضى أميرا وأمر عليه أميرا ومشى خلفه ينبغي أن يطيعه، ينبغي أن يطيعه طاعة في معروف، طاعة، لا طاعة في سفك، ولا طاعة في قتل، ولا طاعة في سرقة أموال، ولا طاعة في قطع طريق، ولا طاعة في التقدم والاستيلاء على أموال المسلمين. الطاعة أيها الإخوة ينبغي أن تكون في معروف، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية وأمر عليها أميرا فغضب الأمير منهم وقال لهم اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، قال لهم أوقدوا نارا فأوقدوا نارا، قالوا له قال لهم ألقوا أنفسكم في النار. فلقد هم القوم أن يفعلوا ائتمارا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم وفي آخر لحظة قالوا لأنفسهم: والله ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من هذه النار، ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من هذه النار، فلم يفعلوا حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل الخبر إلى النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. طاعة القائد من أعظم أسباب وحدة الصف إذا كانت في المعروف، ومعصية القائد من أعظم أسباب تمزق الصف إذا كانت بالمعروف، إذا كانت معصيته في معروف، إذا ما كانت معصيته عن أمر أمره بمعروف. أيها الإخوة المؤمنون، يا أحبة الله ورسوله، الذي ينبغي علينا أن نخلص إليه وأن وحدة الصف غاية، وينبغي علينا أن نجعلها غاية، وينبغي علينا أن نقدرها قدرها، وينبغي علينا أن نعلم يقينا بأن الطاعة هي طاعة لله عز وجل أولا وأخيرا، لأن الله عز وجل أرادنا أن نكون مجتمعين موحدين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ليس هذا فحسب، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نسأل الله العلي العظيم أن يوحد قلوبنا ويجمع صفنا ويلم شملنا ويرفع رايتنا ويوحد كلمتنا ويصوب رأينا ويسدد رمينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج والنصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عندما يصبح القتل مهنة لدى البعض، وبالرجمات علينا في كل يوم أمها تذكل أبنائها في كل يوم. خبز ما بي، ما زوت ما بي، والعجان والله سايبه، ولادنا كلها محبسة ما منعرفه وين. المات مات والبالحبس بالحبس. ضربوه ب72 دبابة ما أثرت على غبرة صرمايتنا. لك وينك يا بشار؟ لك وقفن يدي. أنا مرة وقفن انت وعائلتك كلها الأسدية. لك الكلاب ما هو أسد. اللهم أحصيهم عدد واقتلهم بددا ولا تفاخر منهم أحد.
تتمنى علينا اليوم الحريه الاحمر الغربي بعد تقدمه في الساحل السوري الحر في بيان له يعلن سيطرته الكاملة على التلول الحمر في القنيطرة قرب جولان المحتل. الجيش الحر يطوق الأكاديمية العسكرية بحلب بعد سيطرة على سوق الجبس ويقطع إمدادات النظام عن الشمال السوري. الاتحاد الأوروبي يقول أن الاقتصاد السوري على شفير الانهيار التام وحزب الله اللبناني يعترف رسميا بأنه تأخر في سفك دماء السوريين. أهلا بكم. والبداية من الشأن الميداني، فبعد التقدم الذي أحرزه الجيش الحر في معارك الساحل السوري أعلن الحر في بيان له سيطرته الكاملة على التلول الحمر قرب الجولان المحتل، وأضاف البيان اغتنام كمية كبيرة من الأسلحة وقتل العشرات من جنود النظام. حرير واقتحام التل الأحمر الغربي في ريف القنيطرة. الله أكبر والعزة لله، أكناف بيت المقدس تكون باقتحام التل الأحمر الغربي في ريف القنيطرة. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحدي يوسف يا شباب المجاهدين فوق مسجد التل الأحمر الغربي رافعا راية التوحيد فوقه. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله ومنته من علينا اليوم بالحرية التل الأحمر الغربي من عصابات الأسد بفضل الله. وينضم إلينا من القنيطرة عمر الجولاني عضو شبكة سوريا مباشر. أهلا بك أخ عمر. نعم أخي، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين. أهلا بك. نعم، ونصرة لإخوة الأنفال في الساحل السوري. نعم. واستكمالا لمعركة فجر التوحيد، شارك بعملية تحرير تل الأحمر الغربي أكثر من 30 لواء مجتمعا بأربع غرف عمل. أخ عمر هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال والسبب من المصدر. نتابع في الشأن الميداني، حلب هي الأخرى تشهد تصعيدا غير مسبوق من قبل الثوار الذين باتوا على أسوار الأكاديمية العسكرية بعد السيطرة على منطقة سوق الجبس. الثوار أعلنوا خلال تلك المعارك مقتل أكثر من 40 عنصرا من جنود النظام والميليشيات المساندة لهم، وفي السياق نفسه لا تزال جبهة الشيخ نجار مشتعلة وسط تقدم كبير يحرزه الثوار. في الطريق إلى جبهة الشيخ نجار لا ترى عين الكاميرا سوى الدمار، فقد أصبحت المعامل والورشات والمناشر أثرا بعد عين، هياكل خاوية وأطلال مخيفة. هنا في هذا المكان الذي لا يوجد فيه غير الأحجار والأحجار وأي شيء آخر لا يشبهها يجب تمويهه. يرابط هنا ثوار من نوع خاص، ثوار حقيقيون. ما إن تطأ قدميك على الأرض الصلبة حتى تستقبلك قذائف وبراميل الأسد، يجب أن تكون حذرا جدا. فقواته ما زالت تحتفظ بتلة الشيخ يوسف المرتفعة والمطلة على جميع الأماكن المجاورة، رغم أن المجبل حرر منذ أيام. يريد النظام الوصول إلى مدينة الشيخ نجار لكي يقطع الطريق الواصل بين المدينة والريف الشمالي بشكل عام. الطريق هذا هو طريق يستخدم للثوار وللمدنيين. الثوار يراقبون الوضع عن كثب بكاشف محيط محلي الصنع، وهم على أهبة الاستعداد دائما لصد أي محاولة تسلل لجيش الأسد. هؤلاء الثوار يرابطون وسط ظروف صعبة استثنائية، يفترشون التراب ويلتحفون السماء. نحن اليوم نلتحف السماء ونتوسد الأرض، نتكرم بفضل الله عز وجل علينا، فإذا نزل المطر كنا أول المصابين به، وإذا طلعت الشمس
كنا أول الملتحفين بها. قليل من الطعام والشراب مع استراحة حقيقية تكفي الثوار لاستعادة قوتهم وتوازنهم، يعودون للمراقبة والمرابطة مرة أخرى، لأن هذه الجبهة من أقوى الجبهات وأسخنها في حلب. بواسل الأسد طبعا بين قوسين يحاولون المستحيل للتقدم في هذا الاتجاه للوصول إلى السجن المركزي أو إحكام الطوق على مدينة حلب المحررة. يحاول نظام التقدم عبر هذه الجبهة التي تعتبر البوابة الشرقية الواصلة بين الريف الشمالي ومدينة حلب للثوار والمدنيين. هو يحاول في الآونة الأخيرة مستميتا التقدم نحو السجن المركزي، لكن بعد تحرير المجبل أصبح وضع الثوار على الأرض ثابتا وممكنا. أبيز الحلبي، شد الحرية، حلب. ونعود إلى القنيطرة إلى مراسلنا عمر الجبلاوي. أخ عمر، قبل قطع الاتصال كنت تحدثت لنا عن كيفية السيطرة على التلول الحمر. نعم أخي، نعم. معك عمر الجولاني وليس الجبلاوي. نعم أخي، كما أسلفت سابقا، الغرف التي شاركت بعملية تحرير القنيطرة هي غرفة عمليات فتح الشام وغرفة تجمع تحرير القنيطرة وغرفة عمليات الفاتحين وغرفة عمليات النصرة. يعني هذه الغرف تضم مجموعة من الكتائب ومجموعة من الألوية العاملة في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي. نعم. شاركت هذه الكتائب وهذه الألوية باقتحام والسيطرة على تل أحمر الغربي بعد حصار دام أكثر من شهرين ومعارك مستمرة. نعم. واشتباكات عنيفة حتى هذه اللحظة على أطراف وسفح تل أحمر شرقي في محاولة من قبل الجيش الحر السيطرة الكاملة على هذا التل. يعني إذا ما تحدثنا عن الأهمية وأهمية تل أحمر، يعني يعتبر من أكبر التلول الواقعة في المنطقة وآخر معاقل قوات النظام فيها، حيث يقوم هذا التل بقصف قرى محافظة القنيطرة وخصوصا القطاع الأوسط من هذه المحافظة. يعني بسقوط هذا التل، يعني عذر المقاطعة، لكن سؤال، كيف سيستفيد الجيش الحر من السيطرة على هذه النقطة الهامة، لا سيما أنه سيطر على مستودع للذخيرة؟ نعم أخي، الجيش الحر الآن يسيطر على تل أحمر غربي والآن اشتباكات على تل أحمر الشرقي، وعندما يسيطر بشكل كامل على التلين، يعني هذا يعني أنه فتح الطريق بشكل كامل من محافظة القنيطرة إلى الحدود الأردنية السورية مرورا بدرعا. يعني هذا ما يسهل عملية التنسيق بين ألوية وكتائب العاملة في محافظة القنيطرة مع الألوية والكتائب العاملة في ريف درعا. أخ عمر، هل ممكن أن تؤدي هذه العملية لفك الحصار عن الغوطتين في ريف دمشق؟ لا يا أخي، هذه العملية ليست كما يظن البعض، ستفتح الطريق إلى الغوطة الشرقية وإلى المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق. نحن مجموعة من الناشطين في محافظة القنيطرة قمنا بدعوات متكررة لفتح معركة الريف الغربي والقنيطرة لفتح الطريق ولتخفيف الضغط عن الساحل السوري. إذا ما قام الجيش الحر بمعركة مشتركة في الريف الغربي والقنيطرة بهذه الحالة، نستطيع أن نقول بأنه سيفتح الطريق إلى العاصمة دمشق ليهز كيان هذا النظام وإسقاط هذا النظام بشكل مباشر. عمر الجولاني، عضو شبكة سوريا مباشر، كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. والسلام على رسول الله. İşte bu beşerin yaptığı böyle Bermilla Cebel Türkmen'e Müslümanlara böyle Bermilla atıyor. Kendi de kavmiyetli diyor, ben diyor milletin birazını diyor koruyacağım diyor. Kendini de koruması böyle Bermilla mı koruyor bizi? Allah belasını versin. İşte bu ikinci Bermil, beşer kafirinin attığı Bermil. Tamaşet yani bir köyü sıkacak kadar yer deşmiş. Müslüman Türkmen dağına atıyor bu bermili bu şerefsiz. İşte bu berminin bir parçası. Beşer kafiri uçaktan atıyor kendini. Evlerimizi kepidiyor. Çocuklarımızı öldürüyor. Hani dünyada Müslüman alemi yoktur mu? Bize uçak düşürecek silah verseler, Allah'ın izniyle biz kendi gibi 100 tanesini bitiririz. Allah'ın izniyle.
قال ناشطون ميدانيون إن سيطرة الجيش الحر على كل من مدينتي مورك وبابولين الاستراتيجيتين الواقعتين قرب الطريق الدولي وسط سوريا من شأنها أن تقطع الإمدادات النظام لقواته المتواجدة في الشمال السوري، الأمر الذي يسرع تساقط مقراته في قبضة الثوار. استعاد الثوار زمام المبادرات في عدد من الجبهات بعد أن تمكن من السيطرة على نقاط عسكرية تابعة للنظام، ففي جبهة مورك بريف حماة تدور اشتباكات عنيفة يحاول خلالها النظام التقدم داخل المدينة، فيما تمكن الجيش الحر خلال 24 ساعة الماضية من تحرير حاجز العمية في ريف حماة الشرقي وحاجز الجلمة في الريف الشمالي الغربي، وتمتد الاشتباكات لتصل إلى مدينة خان شيخون بريف إدلب والتي شهدت خلال الأيام القليلة السابقة أعنف الاشتباكات في محيط الحواجز المنتشرة حول المدينة والتي تم تحرير عدد منها، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة لتحرير الحواجز المتبقية. كما أفادت مصادر في الجيش الحر بامتداد الاشتباكات إلى الحواجز المحيطة ببلدة حيش والواقعة على الأوتوستراد الدولي، مما دفع قوات النظام المتواجدة في المنطقة للانسحاب إلى معسكر وادي الضيف، في حين كان الثوار في الأمس قد سيطروا على حواجز وبلدات ربع الجوز وصهيان الشرقية والغربية وحاجز السرحان وحاجز الناقوح، كما كان الثوار قد سيطروا على بلدتي بابولين والصالحية. ويأتي تقدم الثوار السريع في ريف إدلب نتيجة قطع طرق الإمداد في مدينة مورك بريف حماة والتي تكمن أهميتها في كونها تقع على الأوتوستراد الدولي وتربط محافظتي حماة وإدلب، كما تعتبر سيطرة النظام على هذه المدينة بمثابة فرض حصار على مقاتلي الجيش الحر في ريف إدلب. ويعتبر تقدم الجيش الحر في ريف إدلب وسيطرة الثوار منذ شهرين على مدينة مورك قد ضيق الخناق على معسكري وادي الضيف والحميدية، وهما من أبرز معاقل القوات النظامية في ريف إدلب. معركة صدى الأنفال والتي كانت نتائجها إلى الآن استعادة مساحات واسعة كانت تحت سيطرة النظام وأعادت للثوار الدورة الهجومية بعد أن كانوا في الجانب الدفاعي، كما كان من نتائج المعركة قتل أعداد كبيرة من قوات الأسد والشبيحة واغتنام آليات وأسلحة مختلفة وذخائر قصف من الطيران الحربي على المدينة. في المقابل تشهد مناطق الاشتباك قصفا مكثفا بكافة الأسلحة بما فيها الطيران الذي يمطر كل من كفر زيت القريبة ومورك ومحيط خان شيخون بالبراميل المتفجرة، فضلا عن القصف المستمر بالصواريخ والمدفعية الثقيلة. بعد التقدم الذي أحرزه مقاتلو الجيش الحر بات معسكري وادي الضيف والحامدية هدفا للمرحلة القادمة في سعي من الثوار لتحرير المنطقة بأكملها. وإلى إدلب معنا علاء الدين عضو شبكة إدلب الإخبارية. أخ علاء أهلا بك. أهلا أخي حياكم الله. أهلا أخ علاء، إذا مقرات النظام وتحديدا في مورك شمال خان شيخون وعلى مدينة بابولين هي الآن بيد الجيش الحر، كيف سيستفيد الجيش الحر من قطع الإمدادات عن مقرات النظام في وادي الضيف والحمدية؟ أخ علاء هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. تحتدم المعارك على جبهة المليحة بريف دمشق، حيث تمكن الجيش الحر من قتل عدد من عناصر النظام وحزب الله ودمر آليات لهم، كما شهدت مناطق في درعا معارك مماثلة بينما يستمر القصف والحصار على أحياء حمص القديمة. يعمل الجيش الحر على إشعال جبهات القتال في كافة أرجاء سوريا في وقت واحد، وذلك للتخفيف عن المرابطين على جبهات الساحل. فلليوم السادس على التوالي تشهد جبهة المليحة في ريف دمشق معارك طاحنة أسفرت عن مقتل عدد كبير من قوات الأسد والميليشيات الشيعية وتدمير 5 دبابات عسكرية، كما تمكن الثوار من تدمير دبابة وقتل مجموعة من عناصر جيش الأسد على جبهة بخع في القلمون. في المقابل تعرضت مدينتي الزبداني ورنكوس لقصف بمختلف الأسلحة الثقيلة. في درعا تميل موازين القوى العسكرية لصالح الثوار يوما بعد يوم،
حيث تمكن الجيش الحر يوم أمس من تدمير مدفع ثقيل وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد في بلدة النعيمة، وذلك بالتزامن مع قيام الطيران المروحي بإلقاء براميل متفجرة على المنازل السكنية في تلك البلدة، كما قتل 8 عناصر من جيش الأسد خلال الاشتباكات التي اندلعت في حي طريق السد. شبكة سوريا مباشر بدورها أفادت عن تعرض أحياء حمص المحاصرة لقصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فيما رد الجيش الحر بقصف معاقل الشبيحة في حيي وادي عكرمة والذهب المواليين للنظام بعدة صواريخ جراد. صواريخ الجراد التي يمتلكها الجيش الحر طالت أيضا مدينة جبلة بريف اللاذقية، حيث قصف المقاتلون معاقل للشبيحة في جبلة ضمن معركة الأنفال، وذلك لأول مرة ضمن حملة صواريخنا مقابل براميل الأسد. وترافق ذلك مع قيام جيش النظام بقصف منازل المدنيين في مدينة كسب بالمدفعية الثقيلة والصواريخ. وأخيرا في حماة لقي 11 عنصرا من ميليشيات قوات الأسد مصرعهم جراء الاشتباكات التي خاضوها مع الجيش الحر في الحي الشمالي لمدينة طيبة الإمام، حيث ذكر ناشطون أن الثوار شنوا هجوما على معاقل قوات الأسد في الحي الشمالي للمدينة ودمروا منزل رئيس فرع الأمن العسكري. إلى أدلب وينضم إلينا مجددا علاء الدين عضو شبكة أدلب الإخبارية، أهلا بك أخ علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ علاء، إذن سألتك قبل قطع الاتصال، كيف سيستفيد الجيش الحر من انتصاراته على الطريق الدولي وقطع الإمدادات عن معسكرات النظام؟ أخي أكيد بالتأكيد ستستفيد قوات الجيش الحر من هذا الإنجاز وقطع الإمدادات عن الحواجز المنتشرة في خان شيخون ومعركة النعمان ويا حواجز الحمدية وضيفة، سيضيق الخناق على هذه الحواجز ومما يسهل على الثوار إن شاء الله تقدم واقتحامها والقضاء على كافة العناصر الموجودة في هذه الحواجز. لأن النظام أخي يقوم بإيصال المؤونة والمعونة والمعدات العسكرية إلى قوات النظام عن طريق الطيران المروحي والذي هو يتلقى ضربات من قبل الجيش الحر على جبهات. نعم أخ علاء، بما أن الآن مقرات النظام وقع يعني أصبحت بيد الثوار، هل ممكن أن نشاهد مثلا فتح معسكر وادي الضيف؟ تسمعني أخ علاء؟ نشكرك أخ علاء. وثقت لجان التنسيق المحلية مع انتهاء يوم أمس الاثنين ارتقاء 72 شهيدا بينهم 6 سيدات و9 أطفال و4 شهداء تحت التعذيب وأغلبهم في دمشق. شهيد بإذن الله نضال شوكي من أهالي بلدة المليحة، الشهيد بإذن الله المجاهد عبد الرحمن خالد استشهد على جبهات القتال وهو يدافع عن دينه وعرضه. أيها الإخوة، أخونا أبراهيم انتقل إلى رحمة الله عز وجل شهيدا بطلا ودافعا عن أهله وعن دينه وعن وطنه. والله شهيد بإذن الله تعالى أحمد السن أبو الوليد. حسبي الله ونعم الوكيل. الشهيد بإذن الله تعالى مصطفى الزهير منصور استشهد على جبهة المليحة 7/4/2014 مدينة صقبة. حسبي الله ونعم الوكيل. أكد الاتحاد الأوروبي في تقرير